اهلا وسهلا بيكم، معاكم مارك كامل بري سيلز مانجر في يو سي سوليوشن. النهارده هنتكلم ان احنا ازاي نكونفيجر الريموت كونكشن على سوفوس اكس جي. اول حاجه نبتدي بيها ان احنا يبقى عندنا في الاوثنتيكيشن نكاريت اليوزرز اللي احنا محتاجين ان هو يدخل في بي ان. فور اكزامبل مثلا نقول في بي ان اليوزر نيم، وهنا نديله الباسورد، وهنا هختار له الجروب اللي هيبقى فيها سيف. بعد كده في سيتنج لازم نعملها الأول، إن أنا باجي هنا أكريت Certificate Self Sign In ونسميها مثلا VPN Remote، والتعريف بتاعها يبقى بالـ Public IP Address بتاعي. بعد كده باجي في الـ VPN في الـ Show Setting، أختار الـ Setting بتاعتي إن البروتوكول يبقى UDP، وأختار من هنا الـ Certificate اللي أنا عملتها، وهنا بختار الـ Public IP Address اللي هكونكت عليه. لو أنا عندي Multiple Connection عليهم كل الـ Connection اللي عندي عليها Public IP، هو أوتوماتيك لو شلت الاسم ده هيعمل راوند روبن على الكونكشن اللي عندي. لكن لو انا عايز افورس كونكشن معينه بختار البابليك اي بي ادرس بتاعي. بعد كده عندي الرينج بتاع الليست اللي هيوزعه الاس اس ال كلاينت، وهنا بحط الدي ان اس والابلاي، بعد كده باجي على الـ SSL Remote وأقول له Add البوليسي بتاعتي، نسميها Remote Users مثلا، وهنا بختار الجروب اللي أنا هعملها. لو أنا قلت له VPN، أو كمان ممكن أضيف الـ Users اللي عندي. لو أنا عندي مثلا جروب زي Open Group فبضيفها. بعد كده هنا لو انا عايز الكونكشن عندي التانل تبقى ياخد انترنت كمان من نفس المكان، فبختار يوزر ديفولت جيت واي، مش عايزه يبقى ياخد انترنت من عنده هو، فبعمل دي اوف. بعد كده بقول له هي اكسس ايه من النتورك اللي عندي. لو انا عايزه اكسس كل النتورك فباجي اقول له هنا اقول مكاريت اوبجكت نتورك، اقول مثلا لوكال لان، اختار النتورك بتاعتي باشي، اقول له اوكي. بعد كده اجي في الفاير وول اكريت رول في بي ان للان، واختار ميديا توب احطها في جروب، وهقول السورس ترافيك اللي جاي من عندي من اللان والفي بي ان، بيكلم لان وفي بي ان باني سيرفيس، ومش محتاج هنا ان انا احط له لا راوتنج ولا نت. بعد كده اقول له لوج ترافيك، اقول له سيف، كده بقت الرول اللي عندي اللي بتكنترول الترافيك بتاع الفي بي ان واللان موجود عندي. يتبقى حاجة أخيرة إن أنا عندي هنا في الأدمنستريشن في الأدمن سيتنج عندي اليوزر بورتال بتاعي، فمثلا تحت اليوزر بورتال
هلاقي هنا الـ SSL VPN، هداولود هنا الـ Configuration File الـ EXE، بلاقي عندي هنا الكلاينت، رايت كليك واقول له كونكت.